لا حاجه جميله جدا. وخليني اجي لك بقى حمزه، انت افضل لاعب في البطوله ما شاء الله، الحمد لله. وده كاس الام في بي قدامنا على الشاشه اهو، لو تجيبوه يا جماعه حاجه يعني فخمه جدا جدا، يعني شغل فاخر يعني طبعا. وانت يعني اخواتك الاثنين البنات نور ياسين وايات ياسين لاعبات النادي الاهلي، واللي بيلعبوا دلوقتي في الان سي دبل اي في امريكا، وانت طبعا بقى اخوهم الصغير، فما شاء الله يعني طالع بتحدث عزوهم يعني. طبعا انت ابنك طبعا كابتن ياسين، يعني لاعب ياسين امين لاعب النادي الاهلي السابق وطبعا عضو الاتحاد المصري السابق، يعني حاجه برضو في كره الطائره يعني ليها تاريخ. كلمني بقى عن البطوله والماتشات، وانت بدات ازاي، وهل انت قبل مشاركتك في البطوله كنت متخيل انت ممكن تاخد احسن لاعب؟ وانا كنت يعني كنا بنتعب طبعا كلنا، فانا كنت بجتهد يعني وكده، فانا حسيت يعني كان امل كبير في ربنا يعني الحمد لله. فانا كنت حاسس يعني وهم بيوزعوا الجوائز ان انا هاخد حاجه ان شاء الله، فانا اجتهدت وتعبت قوي في البطوله دي يعني، فانا حسيت يعني ان انا كنت ممكن اخدها من اول ماتش. حسيت انت يعني ارقامك من اول كويسه، ماتش كنت بادئ كويس بقى وحاسس الحمد بارقام لله. متوفق وكده، وخاصه الخمس فرق بس اللي كانوا مشاركين في البطوله، الرابع خرج وبعد كده الاول بيلعب الرابع، خامس بس كانت خرج وبعد ماتشات كده تقيله برضه. ماتشات تقيله. طب مين الماتش التقيل اللي كان في المجموعه او في البطوله بشكل عام؟ ليبيا، ليبيا. ليبيا عشان الجمهور وليزر على وشنا وبتاع، كان يا خبر تقيل. ابيض يعني، كان ماتش صعب، وكمان انتوا ما بتلعبوش الا بجمهور، لا فطبعا ما كمان كانش فيه اي حاجه. الصاله كانت متقفله. طب وهل في فرق افريقيه كانت موجوده قويه ولا؟ كاميرون، كاميرون كاميرون كان كويس. كويس او كانت احجام طبعا تحس ان هم عندهم مثلا بتاع 30 سنه مش بيلعبوا، عارف مش عارف يجيبوها منين الاحجام والاطوال دي، بيلعبوا عشوائيه شويه، لا بس ما احنا فبيبقى احنا الموضوع صعب كفولي بول يعني. احسن، بس هم كفيزيكال متعبين وبيلعبوا بعشوائيه شويه، فالفرقه انت تلعب بعشوائيه دي ما عندهاش نظام بتبقى صعبه شويه صح، على اللي الله ينور عندهم عليك. نظام. دايما كده، دايما احنا بنكسبهم كده ان احنا منظمين، بس انتوا الاربعات بتعانوا بقى ليه بقى؟ لان ايديهم طويله، فانت لما تيجي تضرب بتلاقي سقان ورجلين بتبقى وايدين، عالية. يعني مش بتلاقي ايدين بس، انت ممكن تلاقي سقان فوق الشبكه كمان من الموضوع كتر ما هم صعب بينطوا، فالموضوع بيكون صعب. طيب حد كان بينافسك يعني في الام في بي دي، يعني حد كان قريب يعني. منك؟ كان في اللي هو بتاع تونس، اربعات تونس وفي اربعات ليبيا، هم بس الاربعات هم اللي بيبقوا قايمين هم بالموضوع ده. الاثنين دول بس الحمد لله الفرقه تعاونهم في اخر ماتشين فالحمد لله. طيب قول لي نفس القصه في التجمع مع المنتخب، انتوا كنت عددكم كبير جدا، ما هو بتاع 160 في البدايه ده كتير قوي. كان كتير قوي، كنت مرنوا ازاي؟ ده على مجاميع بقى يعني مثلا 3 ساعات، ما الملعب ما يكفيش حد، احنا لو خدنا كل 200 متر في الملعب كنا في الاول في الاستاد، فاحنا كنا قاعدين بقى الاستاد كله مليان. بس فكانوا بيقسمونا كان بقى حبه في الملعب حبه في المدرجات كده. بحس ان احنا ال 160 يكفوا الملعب، بس ده فكره كويس، ما ممكن يكون واحد مثلا في الصعيد ومش متشاف، يعني حاجه كويس يعني، برده مش حاجه وحشه. وبعد كده بدانا نصفي نصفي نصفي. طب عملت ايه مع المذاكره ولا ايه الاخبار؟ لا يعني كنا بنذاكر في النص كده وسط المعسكر، ناخد مذاكرتنا معانا كده بقى يعني لو لقينا وقت. لو بقى لو لقينا وقت نذاكر طبعا، ما هو هي جايه في وقت صعب قوي بصراحه يعني، امتحانات وبتاع وكده خلاص خدنا اسبوعين اجازه بقى نذاكر فيهم نلم. بس انت في اولى ثانوي؟ اولى ثانوي. وانت لسه في اولى ولا ثانيه؟ لا لا ثانيه ثانيه. انت يعني اكبر مني شويه، بس المهم بعيد لسه عن ثانويه عامه ولسه يعني لسه سنتين. لسه سنتين فكويس. طيب قول لي انت على تواصل مع نور وايات ولا لا؟ طبعا بتواصل معاهم. ومتابعين ماتشاتك وشافوا ماتشاتك؟ لا بيتفرجوا عليها على طول. يعني شايفين الحمد لله، وكمان لما انت خدت ام في بي فما شاء الله انت برضو امتداد ليهم والدنيا مش لا، بس النور قبل ما تمشي كانت مكسره الدنيا مع الاهلي بصراحه، كانت هم على طول هم اللي بيشجعوني، هم والدي ووالدتي يعني هم اللي دايما في ظهري. ما طبعا لان انتوا كلكم عيله بولي بول فلازم تبقوا كده. طب مين ماسك الاعلى؟ انا في الفولي صح؟ هو جيبه. مين جيبه؟ هنا في مصر طبعا كابتن احمد صلاح طبعا من غير ما اقول. انا مثلي الاعلى احمد صلاح. جيبه ده احسن لعيب في العالم 8 سنين فهو ولسه بيلعب؟ لا بطل خلاص. بطل؟ بقاله قد ايه مبطل؟ مش عارف بتهيألي برازيلي. برازيل بيلعب مركز 4. احترف في ايطاليا طبعا. لعب في ايطاليا سنين طويله يعني. ده ماسك الاعلى. اتفرج عليه، اتفرج على الماتش، اتفرج عليه على طول يعني كل يومين افتح له كده فيديوهين ثلاثه. طب ايه اكتر حاجه بتميزه ونفسك تبقى عندك؟ لا هو كله عنده كل المميزات اصلا. زي ايه؟ مع كله استقبال وضرب وبلوك وديفنس كل حاجه عنده ما شاء الله. لعيب متكامل. انت عايز تبقى كده. ان شاء خلي الله. خلي بالك لعيب الطياره لازم يكون كده. ما يقولكش انا تلاتايه ما استقبلش، انا تلاتايه بلوكات بس، انا العب سريع يعني معلش عشان لا، اللي يلعب كل حاجه في الحاله دي هتحطك في حته تانية خالص. انت طولك قد ايه؟ انا 192 ما شاء الله برضو يعني طول كويس. ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله وجاي إن شاء كويس الله.